السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معهد الصناعات الغذائية وشركة لونا يعلنان بدء التسجيل في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف لحملة الثانوية. نشوف تفاصيل الخبر الخاص بمعهد الصناعات الغذائية في صفحة التقديم على الدبلوم المبتدئ بالتوظيف. بيعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب التسجيل والقبول في برنامج الدبلوم المبتدئ بالتوظيف في شركة لونا، وذلك من خلال التخصصات التالية: تقنية الإنتاج الغذائي، صيانة معدات الإنتاج. الشروط المطلوبة للتقديم على هذا البرنامج أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بنسبة 75% فأعلى مسار علمي، اجتياز الفحص الطبي، اجتياز المقابلة الشخصية، ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة 5 سنوات، حاصل على درجة اختبار القدرات العامة قياس بنسبة 60% فأعلى، لم يسبق دعمه من صندوق تنمية الموارد البشرية هدف، ألا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية. بالنسبة للمزايا، مكافأة شهرية 3000 ريال، راتب يبدأ من 5500 ريال حتى 6125 ريال بعد التخرج، شهادة دبلوم معتمدة، التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية، التأمين الطبي، يشرف على تدريب نخبة من الخبراء، توفير سكن ومواصلات للمتدربين. التقديم في المعهد يبدأ من الثلاثاء بتاريخ 16/12/1444 الموافق بالميلادي 4/7/2023. المميزات هنا: شهادة دبلوم معتمدة، تأمين طبي، توفير سكن مواصلات، تأمين في التسجيل في التأمينات الاجتماعية، يشرف على التدريب نخبة من الخبراء، طبعا مكافأة شهرية 3000 ريال، الراتب بعد التخرج يبدأ من 5500 إلى 6125. تخصصات: تقنية الإنتاج الغذائي وصيانة معدات الإنتاج. نبدأ في التسجيل في المعهد، معهد الصناعات الغذائية. هنا تقوم بكتابة المعلومات الشخصية: الاسم الأول، اسم الأب، اسم العائلة. الاسم الأول باللغة الإنجليزية كما هو مدون في جواز السفر أو رخصة القيادة. اسم الأب باللغة الإنجليزية كما هو مدون في جواز السفر أو رخصة القيادة. اسم الجد بالإنجليزية، اسم العائلة بالإنجليزية. رقم الهوية الوطنية، تاريخ الانتهاء الهوية بالهجري، تاريخ إصدار الهوية بالهجري، مكان إصدار الهوية تختار من هنا. الجنسية، سعودي أو غير سعودي. الجنس، العمر، تقوم بالاختيار من هنا. تاريخ الميلاد بالميلادي، تاريخ الميلاد بالهجري، ثم هنا تقوم بإرفاق الهوية الوطنية، تكون بصيغة الجي بي جي أو الجي بي إي جي، جي بي إي جي أو جي أو بي إن جي بحد أقصى 1 ميجا بايت. صورة الشهادة الثانوية بنفس الصيغ، الجي بي جي، جي بي إي جي أو بي إن جي بحد أقصى 1 ميجا. معلومات الاتصال: رقم الجوال، البريد الإلكتروني، يرجى كتابة رقم بريد إلكتروني فعال يمكنك الدخول عليه لأنه وسيلة من وسائل التواصل مثل رقم الجوال. المنطقة، العنوان، اسم ولي الأمر، رقم جوال ولي الأمر، ثم اضغط على التالي وابدأ في استكمال الإجراءات الخاصة بالتسجيل في معهد الصناعات الغذائية بالتعاون مع شركة لونا. أتمنى طبعا للجميع التوفيق. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.